حقيقه الموجه الثانيه لفيروس كورونا. هل هيبقى في موجه ثانيه لهذا الفيروس خلال الفتره المقبله، وهل هتبقى بنفس حده الموجه الاولى ام هتبقى اقل ام هتبقى اشرس؟ يعني حضرتك تقول لنا ايه في الموضوع ده؟ عايز اقول لحضرتك احنا بنتكلم على موجه ثانيه والموجه الاولى ما خلصتش، احنا لسه بنشتغل وبنعاني وفي حالات موجوده من الموجه الاولى، فاحنا بنسبق الزمن لان احنا كل ما بنسمع حاجه يمكن بنشبط فيها شويه. احنا ما زلنا في الموجه الاولى، ولهذا السبب كل الاحتياطات والاحتراز والواجب واللي الدوله بتنفذه بخطوات يعني حريصه جدا جدا بدقه شديده جدا يجب ان نستمر في هذا. لغايه امتى؟ انا رايي وهذا قلته، نستمر في هذا الاحتياط والاحتراز على مستوى البلد كلها بما فيها مستوى الاشخاص، لان هي القضيه كلها المرض الدمعجي. فاحنا طول ما حافظنا ان اللي عنده ما يعديش اللي ما عندوش، واتفقنا على الاحتياطات الاحترازيه اللي قد تكون تتحول بعد كده الى سلوك اجتماعي حميد، نستمر في هذا لغايه مارس الجاي ان شاء الله. اي احتماليه للزياده قد تكون في الشتاء، اكتوبر نوفمبر ديسمبر، لان الفتره دي بيحصل نوع من انتشار الانفلونزا الموسميه، والتانيه دي موجوده اللي هي الكورونا، فيحصل خلط بين الاثنين. انما بلاش نسبق الزمن وندور على حاجه لسه، يعني الموجه الاولى لسه ما جاتش، فمش مستنيين الموجه اللي هتلحقها على راي ام كلثوم يعني. طيب احنا حابين برضو نسال عن اللقاح، هل هيبقى فيه لقاح للتصدي لفيروس كورونا؟ هيطرح قريبا في الاسواق ام هيبقى مجرد اللقاح فقط في المستشفيات المتخصصه لمعالجه هذا الفيروس؟ اللقاح ليس علاج، اللقاح وقايه زي لقاح الانفلونزا الموسميه. اللي احنا طبعا في نقطه عايز اقول لحضرتك عليها، الشق العلمي والدوائي والادويه المتاحه والادويه التي تستخدم والبروتوكولات العلاج ايضا بتدرس بعنايه شديده جدا وبتطبق بكل المعايير العالميه والمصريه، وهنا الخبره المصريه في هذا المجال. ما فيش لقاح طلع لحد دلوقتي، في لقاحات اعلن انها سوف تنتج، اولها لقاح في بريطانيا في اوكسفورد، في لقاحات روسي اعلن عنه، في امريكي، في صيني، في عدد ضخم من اللقاحات، لكن ما فيش لقاح طلع وسجل ويتداول الآن تجاريا. لكن اللي بأكده لحضرتك وطمن حضرتك والسادة المواطنين والمشاهدين إن مصر من أول لحظة، يعني في مؤسسة عالمية اللي هي تسعى لتوفير اللقاحات، أنا حضرتك قبل ما أجي هنا كنت في ويبينار مع الاتحاد الإفريقي في صندوق عشان الكوفيد 19، وأنا نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، فإحنا بنوفر لقاحات لأفريقيا كلها ولمصر، وإحنا على اتصال بهذه الكوفيد وفي متابعة دقيقة لهذا، وعندما يتوفى اللقاح سوف يتوفى لمصر إن شاء الله.